السلام عليكم، اسمي يانس كروهيما وأنا نائبة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وباسم السفارة أود أن أقدم للشعب اليمني في الداخل وفي الخارج تحية برمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. من خلال تجاربي في العالم الإسلامي اكتشفت أن رمضان شهر الرحمة ومغفرة، وأنا تشرفت من خلال عملي في السفارة الأمريكية باليمن في كرم وحسن ضيافة الشعب اليمني، وأتمنى أن يكون شهر رمضان سبب إنهاء الحرب وعودة الاستقرار والسلام إلى اليمن.